أسلافنا بنوا حضارة. هذا هو المنظور الحضاري. هذا هو المنظور الحضاري. لا ننسى أن مع عمر بن الخطاب قال علموا أبنائكم الصغار قبل السابعة من العمر. لامية العرب تستقيم ألسنتهم. و أخلاق الأخلاق هي بالشعر والقصة. طبعاً القرآن هو التوحيد. حفظ القرآن قبل السابعة من العمر سهل جداً. لأن الطفل عنده قابلية. وأكثر من ذلك الاتحاد الأوروبي يؤكد في فكرة يومياً قصيدة يومياً وقصة يومياً. ما معنى يومياً؟ يعني حتى أيام العطلة السبت الأحد عندها الويكاند فتصبح هذه المدرسة بالمشاركة مع العائلات. فالقرن العشرين مثلاً كل مدرسة كانت عندها مكتبة فيها قصص. في القرن الواحد والعشرين ما كانش كتاب مدرسي. المكتبة أصبحت كتب مدرسية. ما كانش كتاب مدرسي. ما كانش شبه مدرسي. هذا هذه الفكرة الجزائرية بين قوسين أتفنا من وزارة الخارجية الفرنسية. ما كانش كتاب مدرسي. ما كانش لغة مدرسية. لغة مدرسية عبارة حديثة نشأت داخل مكتب من وزارة الخارجية الفرنسية. ما كانش لغة مدرسية. كان لغة أدبية. لغة الأدباء. لغة الشعراء. فقط. ما كانش لغة التواصل. إن يبقى الكوميونيكاسيون. ني أن فرنسي ني أن أنجلي ني دان لا لونغ كاترينيم. هذه الأفكار ما كانش فكرة التعلمية. لا ديداكتيك. لا ديداكتيك سي تخي دانجورو. Quand on veut détruire un pays, on lui introduit la didactique. La didactique, ça vient des labos de langue. Pour les touristes qui vont faire un petit tour à Paris, pendant un mois, deux mois, trois mois, on leur donne la langue de communication pour qu'ils se perdent pas dans la rue, pour qu'ils achètent un costume. Voilà, c'est tout. Donc, pas tout. Bilbostanahat, maintenant, on a une dame qui s'en met l'eau, on a une aigle de l'espace. On a une aigle de l'espace. On a une aigle de l'espace. فسمعت هنا صباحا بعض المصطلحات كوميونيكاسيون لونغ ديداكتيك انسينيومون ما كانش تعليم اذا كان منظور حضاري اذا كان منظور ثقافي ما كانش تعليم كان الا متعه وهي الحفظ لماذا الحفظ؟ لأن عند في البداية الحفظ يكون كيف أقول يعني الطفل بعد التمرين بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر النتائج ما تكونش سريعة عندما الطفل يتعود على الحفظ يقال أن بعض الأطفال يصبحوا بعض الأطفال عندما يوصلوا ست سنين إذا كان حفظه سنتين أو ثلاثة يصبحوا عندما يسمعوا قصيدة مرة واحدة يستطيعون حفظه. لماذا نرفض ذلك؟ لماذا نتعب الأطفال بشيء؟ هناك شروط للنجاح. هل ناخذ الطفل نحفظه 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 نحفظه؟ لا. ما هي شروط النجاح؟ مثلا في مر العقل عندما المعلمين الفرنسيين، المعلمين الفرنسيين أصبحوا أساتذة. المعلم هو الأستاذ هو المعلم الجامعي. المعلم اللي درس يعني في الجامعة أصبح أستاذ. قالوا إذا لماذا درسنا باك بلوس 5 باش قصيدة في اليوم وقصة في اليوم. ثم نفس الأساتذة بعد سنة سنتين اكتشفوا أن قالوا سيت نوسيون، أون ديكوفير نوسيون، اكتشفوا أن هذه الأهداف الجديدة
جديدة فتحت لهم أفق كبيرة. من شروط النجاح أول شيء أن الزمن الكرونوبيولوجي يركز 3 دقائق 5 دقائق فقط 6 دقائق إذا عرفت أنك جالس ساعة ساعتين يحضر 5 دقائق فقط. إذا إحنا مثلاً بما أن الطفل غير متعودي في أوروبا في الاتحاد تكلموا عن مرة واحدة قصيدة مرة واحدة. إحنا بما أن أطفالنا ما عندهمش فعلينا هذه 3 دقائق 3 مرات في اليوم 4 مرات في اليوم. وماذا يحصل حتى الطفل سوف عنده إرادة للاستماع وللحفظ؟ لازم بين كل حصة إن شئنا تحفظ نترك له المجال للعب. أي لعب نترك له؟ إذا الزمان ما نطولش مع الطفل يعني بروبليم الكرونوبيولوجي الانفون دو با تنو دو 3 minutes 5 minutes سي غافي il ne peut pas se concentrer. اليوم حتى في الجامعات في امريكا الحصه تدور 20 دقيقه اكثر ما تكون 40 دقيقه ما كانش حصه درس تاع للكبار في الجامعه تاع ساعه اقل من ساعه. اذا عندما نحدثوا اطفال بين جدران وعلى كرسي فهذا هذه اسباب الفشل. فمن بين شروط انجاح العائليه اذا اللعب، لان اللعب سيحفز الطفل سيسمح للطفل انه يقبل ان يسمع اليك ويقرر. اذا حتى الجامع زمان قبل الاستقلال كم كانوا الاطفال يقعدوا في الجامع؟ ربع ساعه اكثر 10 دقائق ربع ساعه ما كان جرس ما كان الصف ما كان والو. والجلوس عنده الاختيار في الجلوس وعنده الاختيار مع من يجلس. للطفل مهم جدا مع من يجلس. كل يوم يقرر اليوم راني ندافع معك ما يقعدش معك ما تجيش معايا اليوم انا اللي عارف رأيتم كل يوم حوارات و نيغوسياسيون أنت أنفان أفيك كي إيموسيونيل أو إيموسيونيل تقعد في السارية هذيك السارية لا أنا ورا هذيك السارية ولا ما تروح الدائرة نلزم هكذا الحوار بين البنات بين الأولاد في الصغار في الجامعة. رأيتم الاختيار الحرية أين يجلس كيف فيحفظ يحفظ أحيانا حتى الخروج عندما يحفظ سطرا يخرج احنا ما زلنا مع الركن الاول وهو الهدف الحضاري للمدرسه. ومثلا كيف نشرح ان الاتحاد الاوروبي لم يقدم اصلاح او ديزانستركسيون للثانوي وللمتوسط؟ لا، اللي يهمهم هو الطفل حتى السابعه والثامنه من العمر، لان هنا نكون الشخص شخصيته ذكاءه، هنا نعرفه اذا كان سينجح ام لا. فيصبح النجاح والفشل هو برمجه من طرف السياسيين. نريد الفشل لنعرف كيف نتوصل الى الفشل، نريد النجاح. ففي مرحله ما كانت يسمى الثورة الصناعية كانوا يحتاجوا إلى عمال كادحين، فللعمال الكادحين أنشأوا نمط تربوي للفشل باش الأطفال يقولوا باش العائلات يقولوا علمناهم كل شيء فشل فهو ضروري يبقى عامل يكون حدا ما يكونش
سيدي عزم فغير الان كل هذيك كل هذاك النمط تاع العمال تاع الكادحين داخل الجزائر ومعندناش مصانع لمن هذا الاطفال اللي فشل نعم نعاونك جوست رؤوس اقلام مش تسجل بالنسبه للجانب الثقافي نزرع راسي الثقافي بالنسبه للثقافه العربيه والاسلاميه كذا اقترح لي ثلاثه نشاطات النشاط الاول القران الكريم النشاط الثاني هو ارقى النصوص الادبيه قصائد نثر لازم الطفل يعني حتى في السن المبكر يبدا ارقى النصوص وليس اقصر كليلة ودينا بداية بها لأن وحكيتي على القصص سواء كان قصص القرآن قصص الأنبياء شفنا منه كثير على سبيل قصص حياة الأنبياء أو قصص لي كونت جاتني فكرة ما ننساش حاجة أن حتى الطفل بور أميليوري سا موتيفاسيون من المهم جدا حضر مشكل تنظيم لأن كل نفس الطبيب هو مضمون منها وطريقة تقديم هذا المضمون سي لو كونتوني اي لو مود دو ترانسميسيون دو سو كونتوني المهم الغريب الأمر سو مود دو ترانسميسيون في الحضارة العربية الإسلامية كان ذكي جدا مع الفكرة تاع المدرسة الفرنسية تاع الكادحين عندنا أستاذ يعمل كل شيء لا في المدرسة التقليدية عندنا كان أستاذ كليلة ودينا أستاذ شخص يقدم فقط كليلة ودينا شخص آخر يقدم فقط حياة الأنبياء الجامع نعرفوا القرآن إلى آخره يعني متعدد المؤطرين يعني تقسيم المضمون عدد مضمون بسيط ودوزيام انتخاب دوزيام انترفونون بو ان سو كونتوني مليكة سو كي فاسيليت لا فورماسيون On doit passer juste, je résume ce dernier point et on passe, parce que sinon on sera en retard. On doit venir à partir de 13h15 max. Bon, trois points importants dans la pédagogie de transmission. Qui n'a pas de marajat, on a pas quand même un sens ou une patte à nos sources à devenir. Mais j'ai un j'ai en fait trois points. Si j'oublie, tu comprends. Le dawel, le matin, le semaine ou le partage. Le matin, كل ما الناس الطفل يكون عنده فضاء واسع وعنده حرية كل ما شيء هو زمان ما قال وادر أقصر يمكن ماكسيموم 15 مينوت لا سيونس بور النشاط وزي الحاجة تغطية عدد المعطيين ماشي واحد يدير كل شيء هذا يعني اون ريزومي سي اون بو باسي مانتونون دوزيام اوبجيكتيف كي ديفلوبي لوتونومي اي لا كرياتيفيتي دون وي سي لي روح المبادرة توصل إلى روح المؤسسية الانتربريز الاسبري دانتربريز الانتربرونور او لو بريبار افون سيت با لو بريبار بار لونيفرسيتي ما تنساوش ان قبل الاستقلال وحتى بعد الاستقلال لي كران انتربرونور الجيريان نافي با ديبلوم بوغ ريوسيسي بوركوا باسكو جون ايز افي لا ليبرتي Et surtout, ils avaient l'expérience. L'expérience chez un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire l'expérience chez un enfant? Élargir l'expérience d'un enfant. Si on veut que l'enfant ait une expérience, on ne doit pas être derrière lui. Si on est là, il ne fait pas d'expérience. Si on lui montre, si on dirige, et de Focaro, l'Etihad européen, بما ان تقديم الاتحاد الاوروبي اصبح عالمي في البلدان المتطوره اذا فكره هذه تقديم فكره هذه المبادره كيف تكون هذه روح المبادره كيف تكون روح المبادره اذا كان المشروع تاعي وقلت لك عمل كذا النشاطات الجزائريه هي محضره مسبقه
إذن هنا نشاط الفكرة، الفكرة تتعلم الأستاذ ولد مع السلطة المركزية وليس مع الطفل. أين الطفل في هذه الحالة؟ هو الطفل فقط داخل برمجة، والذهن هذا الدماغ هذا لا يبرمج، ما كاش برمجة من البسيط إلى المعقد، غير صحيح. هذا سي نيوروسيونس كوم ديموكراسي، العقل لا يبرمج. إذن ما معنى تعدد التجربة على الطفل؟ نترك له المجال. Il parle de, en général, les pédagogues parlent de moitié du temps. نص عنا ثلاث إمكانيات. أننا نترك الطفل مجال الطفل الحرية المطلقة. الأطفال يكونوا بينهم بلا حضور الكبار، بلا عيون الكبار. هذا ماذا نذكرنا؟ قبل الاستقلال الأطفال كانوا في الشارع. في الشارع هو أحسن، الشارع هو أحسن، سي لو ميلور كومون دير اسباس دوتونومي. وبما أن اليوم الشارع أصبح بالأخص في العاصمة صعب جدا، ما كانش يا با سيكيوريتي تو، فإذا نخلق جو الشارع، نترك الأطفال في مجال ان اسباس سيكيوريزي. Et on les laisse entre eux. Et c'est quand ils sont entre eux que vont émerger des leaders qui vont décider. C'est eux qui vont décider quoi faire de leur journée. Par exemple, mais qu'est-ce qu'il y a? Il est même pas la béante. Alors, l'aide, c'est le majeur, c'est le الجانب الثاني، لأن الهدف الأول هو تقديم ثقافة وحضارة في الصغر، نجعل من الطفل أنه متحضر في الصغر، لأن الحضارة ليست عفوية، ليست فقرية عفوية، هي تقدم، وإلا هي ريبتور وخلاص، لا ريبرودكسيون نو سو في با. ماشي رياضيات، ما كاش رياضيات، أسس رياضيات، شروط النجاح في الرياضيات، شروط، فسنرى أن هناك علاقة بين الرياضيات والركن الأول والركن الثاني. الرياضيات ما هي؟ هي لغة معقدة، هي لغة تجريدية، مجردة. كيف يستطيع الطفل أن يتحكم في لغة معقدة ومجردة إذا كانت ثقافته ضئيلة، إذا كانت لغته بسيطة؟ إذن هذا العائق الأول، هذا السبب الأول في فشل الرياضيات في الجزائر. من أخبرنا بفشل الرياضيات في الجزائر؟ خبراء في البنك مونديال يحبوا يعرفونا كيف ياخذوا الباك والوزاره تعطي لهم لي كوبي دو باك ويعملوا تحليل على الاحسن، فقالوا هذو الاطفال ما عندهمش تفكير في الرياضيات باسكو لو كان دي موديل سي تو اون سو با ماتيماتيسيان. كيف حبيتوا الطفل ما عنده لغه بسيطه ينجح في الرياضيات؟ هذا مستحيل. فشيء اخر من بين الشروط الدخول في الرياضيات، ما هي أسس الرياضيات؟ الرياضيات مبنية على الفضاء، فكرة الفضاء، مفهوم الفضاء. كنا نعرف في القرن العشرين الحجاجي أن الطفل باش يفهم مفاهيم الفضاء يحتاج إلى 5 سنين 6 سنين،
في برامجنا ما عندهمش فرق بين طاولة كرسي وظرف زمان. طاولة وكرسي ممكن تبكي يشوفها ولا ما يشوفهاش يكتسبها في لحظة. بس على ظرف زمان يحتاج إلى 5 سنين 6 سنين. وهل يمكن أننا نشرح للطفل ما معنى ظرف زمان؟ لا. كيف إذا الطفل سيفهم ظرف الزمان والمكان؟ بالحياة، بالتجربة. إذا عندما الطفل يكون مع نفسه في الفضاء، هناك يفهم الفضاء، ما يفهموش في يوم، ما يفهموش في يومين، يفهموا في 5 سنين، في 6 سنين. رأيتوا أين المشكل؟ رأيتوا أهمية فكرة فضاء الاستقلالية، لاسباس دوتونومي، لاسباس دو ليبرتي دو لانفون. هنا يكتشف يبني هو بناء يدوم 5 سنين 6 سنين يبني الفضاء الجميل. احنا المشكل انا كنت المدرسيه في تمارين في الفضاء الجميل. هذا خطير جدا، هذه فكره تجاريه ليست علميه. الجديد هذه كنا نعرفها في القرن العشرين. ماذا حدث داخل أسس الرياضيات في القرن العشرين؟ اكتشفوا شيء جديد. العلماء اللي اهتموا بهذا الميدان اكتشفوا شيء جديد، أن فكرة العدد فكرة صعبة جدا. فالبداية للعدد، تقديم العدد في السياق للطفل يوصل إلى الفشل. الأطفال الجزائريين قبل الاستقلال كانوا ينجحوا في الرياضيات لأنهم كانوا يدخلوا المدرسة في 8 و9 من العمر. فما كانش اللي كان يهبلهم ب لي زاديسيون لي سوتراكسيون لي ملتيبليكاسيون افون 7 ans. Si on fait tout ça avant 7 ans, c'est l'échec. Et je vais vous démontrer un peu comment ils ont démontré l'échec. عندنا مثلا في الجزائر اون سوميتي انترناسيونال غمرك في السموزيت سي ايكونوميست عنده نظريه في الاقتصاد معمول بها في العالم الكل. في اي سن دخل المدرسه تكلم عن حياته لازم فيديو بدا يبكي عندما يسمعها. في اي سن دخل المدرسه 11 ونجح في الفرنسية. وي مثلا لي سويدوا هو معزوم في كل بلد. لي سويدوا عزمو باش يعملهم محاضرة، شحال عطاو لي وقت يعطيو مثلا 3 شهور 6 شهور. عملهم مفاجأة عندما مشى للسويد يعمل المحاضرة، عملها لهم باللغة السويدية أون سويدوا. قالوا أول مرة في حياتنا واحد يجينا ويعطي قيمة للغتنا ويعملنا محاضرة. مشات ألمانيا عملهم محاضرة باللغة الألمانية. ما هي اللغة التي كان يعرفها قبل 11 عام؟ يعرف القبائلية ولكن ما يعرفش اللغة القبائلية. يعرف الثقافة القبائلية شيء آخر. أي في ذهنه إذا وصل 11 عام وربما كان عنده 3000 قصص ولا 5000 قصص. أي قاموسه الذهني قبل أن يدخل المدرسة كان فيه مئات من المفردات. فأصبح فكرة، ولهذا الآن مع الثقافة ما بقاش مشكل لغوي. كيف نشرح أن في البلدان الأوروبية ولا الصينية ولا ما عندهمش مشكل لغوي ويعلموا 4 لغات قبل 8 من العمر في بنجاح، ما يعلموش 4 لغات، 4 ثقافات. في رسميا عندهم طبعا لغة البلد هي إجبارية، ثم يخلوا الاختيار لأن لمن استطاع له السبيل. يعني نريد أن نعلم الصينية خلاص ننجح ولا ما عندناش أساتذة في الصينية، رأيتم؟ فحسب الإمكانيات. فبعض
بعض المدارس عملوا شبكة بين إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واختاروا أي لغة؟ اللغة اللاتينية، اللاتين. عملوا إحياء اللغة اللاتينية. إحنا نقول عنها لغة ميتة. هي أحيوها. قيل لهم لماذا اخترتم هذه اللغة اللاتينية؟ قالوا لسبب بسيط أن نريد أطفال يكونوا أحسن منا. انظر الرب نريد أطفال يكونوا أحسن منا. فما عندهمش مشكلة لغة وزيد أطفال. الأطفال هم إذا حلوا المشكلة بالطفل. الطفل ما عندوش مشكلة، ما عندوش أفكار مصدقة، ما عندوش أفكار سياسية، ما عندوش الحقد. وماذا يحب الطفل؟ يحب الجمال. Il faut qu'il soit séduit par la poésie, par le chant. فقط اكتفوا بعشرة تنويمات لبيرسوز. Dans une langue, algérienne, aux enfants, les enfants vont adorer cette marque. Ils se promettent du rhum, voilà. Rhum, il dit le rhum. Rhum, il dit le rhum. Ne sera pas comme. Il va vous appeler le nom de qui ça vient. انظروا كيف بعض الحديث بعض بياجي أعطيك الأطفال مثلا الأطفال اللي يحسبوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذه أغنية 1 2 3 4 5 6 والأمهات يقولوا أنا ولدي يعرف حتى الخمسين وصل حتى أنا ولدي يعرف حتى المئة هذه أغنية ما تساعدش إطلاقا الطفل في فهم العادات. ماذا اكتشفوا؟ مثلا الطفل اللي يعرف يحسب 1 2 3 4 5 10 إلى آخره، انظروا مثلا نقولوا للطفل كم عندك هنا؟ فيقول لك هنا عندي 1 2 3 4 5 وريه خمسة، ها هو خمسة. إذا ما يفهمش العادات. إذا هناك حلول، إما ما نفهمش هذه الأمور الجديدة، ما نضيعوش وقتنا معاك نعطيو دي زاديسيون دي مولتيبيكاسيون والتمارين ننتظر حتى ينضج، حتى التدريب تتوسع، نخليو له التجارب، أو هناك حلول أخرى، يقول لك الدخول، يقول الدخول في الرياضيات يكون بالتجربة، الطفل اللي عنده تجربة واسعة، لأن الرياضيات في الصغار هي ماذا؟ هي كل مشكل يلتقي بها شاك ديفيكولتي كي رانكونتر دان لا جورني، إي سون أنفي دو ريزودر سيت ديفيكولتي، سي دي ماتماتيك، فوايي، سي ريزوني، سي الطفل الآن في العاصمة مثلا ما تسيبوش الطفل يتمشى وحده. الطفل عندما يتمشى وحده يطرح على نفسه سؤال، اذهب من هنا، اذهب من هنا، اذهب من هنا، اذهب من هنا. الطفل الآن أصبح مثل الكلاب اللي نشدوهم هكذا بالقناص، والأم تجرو هكذا، ولا الأب يجرو هكذا، ما بقاش حتى في الشكل نفكروها. إنهم با سيرفو، سي لو سيرفو دو لا مامون، سي لو سيرفو دو بابا. Il peut réussir en mathématiques, c'est pas possible. Les mathématiques, c'est pas un beau jour, on va à l'école, on commence les maths. Non. Les bébés, ils font des maths. C'est quand ils réfléchissent. Alors, c'est parti dans un jour, je vais faire un chapeau. Il y a un moment où justement on a l'apprentissage des nombres et des chiffres. Regarde, ma déche, je vais faire un coup. Ah, merci, alors, je vais faire un coup. Et dans l'autonome, notre système. هذا الفضاء تاع الاستقلاليه، الفضاء تاع الابداع اصبح جانب كبير من ما يسمى برنامج كيف يعملوا بلا استاذ. مثلا الحروف وما مثلا كتابه الارقام لا الرياضيات.
كتابة الأرقام. إذن أعطيكم مثال هنا. ما الفرق بين هذه اللوحة وهذه؟ ما الفرق؟ عندي ما الفرق؟ ما الفرق بين هذه اللوحة وهذه اللوحة؟ كم عندنا من حروف العربية؟ إذا كان هذا الحروف بهذه العدد، كيف نشرح أن بعض الأطفال يعودوا السنة حتى يكرروا؟ سمعتم؟ إذن الآن كيف؟ ما معنى أن هذه الحروف حتى اللاتينية في أوروبا ماشي الأستاذ يعلمها يتعلموا؟ إذن كيف يتعلم هذا الحروف الطفل بلا حضور الكبار؟ يصنعها. ما كنت تعلمها في الفابريك مثلا يصنع انظروا كيف يصنعها. اما بالعجينه اما بركة اي حاجه يصنعها. مثلا اريد ان اصنع هنا حرف الراء. ها هو الراء. اذا لازم الطفل يمس، لازم يصنعوا هكذا، لازم الطفل يصنع، ماشي يصنع مرة، لا، وكي تخليه هو مع الحروف، هو 3 شهور ما يملش، 4 شهور ما يملش، ويعاود ويعاود حتى يتوصل، سي لي كي شارج لا بيرفكسيون، سي با يا بيرسون ديغيان لي، راه يصنع الحروف، والخط هكذا الخط، شفتهم في أوروبا هو خاص في سويسرا. يعملوا خط هكذا كما دين نشروا فيه الأش بالمساسك، لازم هذا الحرف الراء ما يطيحش من الخط، فيعملوا مساك ما يطيحش من الخط. الآخر الباي اللي فوق يعملوا حاجة باش يدير فوق الخدمة، رأيتهم؟ إيه؟ حاجات هكذا. إذا الطفل يصنع افيك لا باتا مودلي في الفابريك، عمل ستيف اللي عنده مشكل 11 عام مسكين وجابوه لعائلته لأنو عنده تأخر، لأنو في فشل مدرسي، لأنو كذا وكذا، عطيته يصنع افيك لا باتا مودلي، هي الباتا مودلي اوتو دورسيسونت، بسرعة تنشف، وتنشف يبقى إذا نصنع لي حرف، وكي شافوا هكذا يلبس، تعرفون ماذا فعل؟ أخذ هذاك الحرف ومحضر وبدا يحفظ. ما معنى هذا؟ تلك عنده 11 معنى. 6 سنين هو في الحروف، 5 سنين في الحروف، هذا الحرف ما خلانيش نعيش حياتي، وشاف Les psychanalystes disent que les enfants dyslexiques, c'est les enfants qui ne peuvent pas se venger contre les adultes qui les obligent à s'asseoir et écrire des lignes et des lignes et des lignes et des lignes, ils se vengent contre les lignes. Tendu. Au bout de 5 ans, tout est tendu. Leurs lettres sont tendues. C'est la dyslexie pour vous, hein. C'est pas à 100% vrai. C'est كي جاني يعفس ويشوف فيا، يعفس ويشوف فيا، أنا عرفت كأنه لا شيء ما عندنا شيء. شوفي نجوم، شحال عندنا 15 ولا 16 بالعربية؟ من بين الأشياء اللي عطاوها لي كمهمة في مركز البحث الفرنساوي، سيتي لو ديبيو دو لا ريشيرش أون كوغنيتيفيتي.
قالوا لي ما هي معجزة تعليم القراءة في العالم العربي في القرون تاع الحضارة ماشي اليوم. ثلاث قرون عمرنا ما عرفنا طريقة تعليم القراءة. اللي بسني ولا قبلي اسألوهم ما هي الطريقة اللي تعلمت بها القراءة العربية ما يعرفوش. كانت طريقة طبيعية على أنها تلقائية. كيف هو في الجامعة عندما كانوا يحفظوا ما شفتش كان يبلوها لأن كلام طويل خاص يضعف عليك كامل في هذا المركز تعلم القراءة أصبحت اليوم في فرنسا 40% من المدارس الفرنسية يعلمون القراءة مثل ما كنا في المسجد تعلم القراءة. كيف؟ بالملاحظة. الشيخ ما كانش الشيخ تاع الجامع ما كانش يشتكي من الاكتظاظ. هذه كلمة اكتظاظ حديثة. أعطيه له 200 يعرف تنظيم وعنده تنظيم. كيف كان؟ كان يحضر شباب لتيتور. لتيتور عندهم 12 عام وهما اللي كانوا يكتبوا على اللوحة هما اللي يستقبلوا الجدد. ما كانش دخول سنة وسنة لدات بيتوار نو يعني با تو سينما نو pour se donner un pouvoir ça c'est pour la mystification. إما أن نفعل مثل أمريكا. في أمريكا حوالي 12 مليون من العائلات ما يرسلوش ولادهم في المدرسة الابتدائية في المدرسة في الحضانة ما يعرفوش رفضوا. في 12 مليون كيف ولادهم يدرسوا؟ ما عندهمش تكوين ما عندهمش علاقة بالبيداغوجي وما نعرف. كيف نجحوا؟ إذا في هذا القرن 21 كيف نقول هناك صناعة il y a eu un boom industriel dans les jeux mathématiques. مثلا أنا في صغاري le jeu de loi كان واحد. Aujourd'hui il y a 3000 jeux de loi. إذن هاد العائلات يشتريو لعب ماشي لعب غير les jeux éducatifs. Pour comprendre le nombre. Pour comprendre le nombre, vous avez au moins 1000 à l'aql, 1000 l'oral, فقط les qualités des femmes, la tête, la raison. Et le monde qui est là, mais nous t'as touché la F. Moi, je m'en prie, madame, est-ce que tu as ce soir, vous les autres, il y a même une la lalette, il y a même un peu, je vais tout faire ensemble, de faire un échec. Mohim, elle المعلمين الفرنسيين يكتبوا كثير دونك جام ندير له بلوغ باسكو يراكونت. اذا اكتشفت ان الكثير ما فهموش مازالوا يعملوا مثل القرن العشرين. علاش خاطر عندهم هما عندهم استاذ يعملوا كل شيء صعب جدا. مثلا لو تكونوا واحد ولا اثنين يختص الا في العدد ويروح لكل المدارس ماشي ما تعملوش لكل فوج وجه هكذا لكل لا الفو كومبارتيمونتي الفو تقسيم المضمون هذاك قسموه الى اقسام كثيره وخلي كل واحد يختص ويفيد كل المدارس. وفيما يخص القصه انظر التنظيم تاع الالمان الان اليوم مع القرن 21 لا يمكن ان نتكلم عن مدرسه المانيه مدرسه لا
عندهم قسم مشترك الأهداف، ثم كل مدرسة عندها الحرية المطلقة في تعاملها مع الأهداف. ما عندهمش مفتش يدير يركب عليهم، لا، اللي ما كانش رأيتم. بعد 18 عام عن 2018 لو سي دي عملت ils ont fait une enquête pour savoir comment dans chaque état comment les écoles se sont comportées dans la mise en œuvre de même objectif. ماذا اكتشفوا؟ ما كانش مدرسة تشبه ما كانش مدرسة تشبه رغم انهم عندهم نفس الاهداف. التنظيم اصبح مهم جدا. Le problème de se gérer, le problème d'organisation, c'est une organisation complètement nouvelle. Femme et femme, tu m'as l'air de se représenter ça. Je suis en train de me faire un stage. Je me suis en train de me faire un stage. Je suis en train de me faire un stage. Je suis en train de me faire un stage. علاش عملوا 12 10 اطفال ولا 12 ولا 30 انا ما استعملتش القصيده عملوا 200 100 200 رايتم؟ الا لازمني قلتلكم صعيبه كيف توصل علي ديزي ما نقدرش ان بلوس سي تري انتريسون انا نقدر نريح مع الصباح وما نجمعش مالوغوزمون اون فا فار ان دي باسكو بوكو حابين يريحوا مع ذلك دونك اون اوبليجي باسكو احنا دايو عندنا رونديفو على الزوج دونك روحوا ديريكت ما نفطروش بصحتكم مي دونك اون جو كو كلوتوري سو كي فول ريستي مع ميديكا باسكو اي نون با بوتيت دونجاجمون سون ليبر اي زون لا شانس دونك بوزي فو كيسيون كونتينيو ا ديبات مي خليوها كوم ميم تحت كل شويه دونك جو انفيت ا ما با ديباسي 14 اور باش هي تاخذ تاكل و راهي الوحده ونص داكور باسكو كاين بزاف ديال الوغ pour la clôturer. Déjà, on a parlé du cas de Mehwa Ftani, Wal Istiqlaliya Tahrif, pour qui on a à la Kittisab Mabad et Abriyadiyya. Donc, encore une fois, deux, trois, ce que je retiens d'important, parce que ce que je vous résume dans le cadre de l'Ousra Plain, le mouvement SSIL, ou Kawaii, ou Nabi, ou Aliha, ou Dabonam, ou Sahai Nafkis, et Rana Harak, ou Kul, ou Yon Madaris, et Aal Hadra, Jamiyat, et Anhum Tassawur, Hada Ta'ad. Baram Jadida, alternative لتحفيز هذا الابداع تحفيز القيم تحفيز دونك نخلقوا ننشئوا جيل جديد ان شاء الله ليكون متوافق على الجيل القديم اللي كان اون ا بو بيردو لا ليزون لا ترانسميسيون كولتورال هذا هو الهدف نرجعوا نرجعوا للاساسيات دونك المحور الثاني تاع اي نوف كيس الاستقلاليه كما فهمتوا زوج حوايج الاستقلاليه في كل مدرسه في كل مؤسسه تربويه لازم يكون فضاء للطفل يكون عنده استقلاليه لازم يكون فضاء بيان سور سيكوريزي ماشي اللي قال المحبوب نو كل اجراءات للصحه والامان والوقايه مدروسه لنتائج شارج في المؤسسه هذه لازم يكون هذا الفضاء من احسن الفضاء هذا يكون في المجال في الفضاء الطبيعي هذا احسن اذا كان فيه غابه او مدروسه ومؤطره فضاء وين الطفل يكون مع بعضهم ويكونوا مراقبين عن بعد من المطير ماشي مع عمرية أبدا ويكونوا في استقلالية وفي الفضاء هذا ولا تبغي الكاميرا وخلاص في الفضاء هذا يكون قالوا ما كانش إطلاقا مشاكل كيخلوا بيناتهم نشعر من الفضاء هذا يكونوا فيه ألعاب كاين فيه ألعاب بس كون أبل لي جو فورمال إي دي جو إنفورمال سيرتو لي جو إنفورمال كيما حنا بكري ما كانش هذه من الحجر نديروا لعبه من الصباع ونفضوا فيها تحكي Donc les enfants qui me posent toujours les photos, ils ont plein de matériaux de récupération. Ils jouent avec ça. Des plantes, des animaux. Fada, Hada, qui est D'accord. Donc, on va regarder. Donc, qui a l'istiqlaliya L'istiqlaliya qui fait le nashat هذا الفرع. واللي فيه العاب وفيه العاب اللي يكتسب اللي يتعلم الارقام والاعداد والحروف. العنصر الثالث المحور الثالث وش حيكون المحور هو تاع القواعد الرياضيه.
الكبار الثاني سبب الاستقلالية والروح المقاولاتية والإبهام حكينا عليه الفضل في الرياضيات يكون هناك ألعاب ألعاب جو كارت كارت تاع دومينو لي جو دو لوا حكيت عليهم دونك كاين مجموعة يا لي جو دو سوسيتي normalement c'est un jeu de société par jour et maintenant surtout aux États-Unis c'est drôle c'est les États-Unis qui fabriquent le plus très bien je continue ma conclusion pour partir merci après je vais vous donner des détails donc il y a une regardiette les jeux il y a domino cartes des jeux de société des jeux de mots on bat des roues une aile bien sûr mais les cas c'est pour ça je vous dis calmez-vous, on est parti avec la bidaye. C'est la mouchrifa à la cool, parce que le barrage de la comédie. Vous connaissez cette affaire chassia, à la mienne, à l'esprit. Elle a fait un peu à la fin de 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 Donc, on a les rivières qui sont à deux. Donc, comme il y a un minage, par exemple, les jeux de loi des centres. Donc, on va travailler, on est en train de travailler avec elle pour même recommander, shortlister. Quelle Donc, de l'eau, j'ai rien, je ne veux pas faire ça. On dit, il y a un travail en fils, on dit, on a un dos au calme. الألعاب هادو فابريك لو ماتيريال احسن الماتيريال فوالا نرجعوا للألعاب الاحسن اللي نتاقلموا مع البيئة تاعنا في غردايا ولا في العاصمة ولا في الجزائر ككل نخيروا منهم احسن الألعاب ونجحها ونقول لكم نقدروا نكون لكم فيها هذه هي ثلاث محاور جو بونس كملنا دوكا نحكيو على 2022 عندي قيطة نكملوا كيفاش حيتم التعامل بينكم وبين الأليونيز ومن بين المؤسسة هذه الخيرية الجديدة حكينا عليها اش دو زو دونك اللي هي اليوم هي اللي تشرف على البرنامج هذا بالشراكة مع النظام في الجزائر حتى في المغرب وفي تونس راح تكون هناك اش دو زو تونيزي اش دو زو معروف ومن بعد حتى في افريقيا هي اللي تختص ببرامج الاطفال كيفاش حتكون هي اليوم هذه كما يقولوا ان شاء الله تلاقينا في الخير ان شاء الله الخير هذا يزيد انتم بيناتكم الصباح بدينا كاين بزاف قالوا لي بصح ما خليتوش وقت كبير للملكة وي الملكة راهي هنايا بصح الوقت الكبير هو الذكاء والانتيليجونس كوليكتيف الصباح كان واحد ستة بالك مؤسسات يقدموا كل واحدة فيهم دارت لنا إلهام تعلمتوا منهم ومن بعد يجيو الخبراء هما الملكة سمعت لكم تو نوتي من بعد اون فافوار دي رونفونت بيلاتيرال افيك شاك الوغ فو دوني ان فيدباك Il y a déjà elle a remarqué des points forts et des insuffisances. C'est comme nous. Donc, on va dire, ça fait tout. Rattache. Pour ça, le hadaf, nous avons des mots à faire. Nous avons des mots, le bas, nous avons des mots. Quand je suis en train de dire, 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 كل واحد فينا سي تو مين دور كيما يقولوا مصطفى نتعلموا منه نسمعوا بعضنا كامل ومن بعد نسمعوا للخبراء اللي عندهم اكثر خبره منا كامل هذه هي العقليه دوك نتواصلوا في المنطقيات هذه كامل سو رابيل لو بارتاج دو بون براتيك هذا هو لاتوليزم بارتاج دو بون براتيك ويان با ابروندر دان بروفيسور اي اون بارتاج افيك لوميليتي تاع Donc ça c'est l'esprit des ateliers, la suite en 2022, Inch'Allah, on va établir au moins chaque 3 mois حيكون عندنا خارج الطريق جينا تريبيان هضرنا حكينا ومن بعد واش غيصير دونك ديجا انتم بيناتكم راكم تعرفوا بعضكم بالك واحد فيكم سمع قال هذاك فلان الرياضه قال مؤسسه الجزائر المتحده ولا يديروا في حاجه صحكم تواصلوا بيناتكم بالك كاين برامج بيناتكم حتى السبور وزاري لونسي بشراكه تريبيان اشاك فوا كي بروجي دو كولابوراسيون اون بو فوز ايدي pour encadrer la collaboration à l'île ou bien qu'ils aient une armoire à l'île. C'est ici parce qu'on va intégrer les idées de Ndjoum à la Nes ou Bara ou là, on chapa. C'est ça qu'il y a un homme neuf, c'est pas son goût, c'est un homme. Et j'ai oublié pas bien. Il fait d'un homme et se fait. Donc pour le cas de la choix de pour l'actuer comme il peut recommander des nouveaux ou bien des écoles, associations, organisations qui sont dans les cours. L'essentiel, on va marcher. مرحبا بكم مصطفى كبير دونك هذه ثاني حاجه قلنا لا بارتاج ديموقراطي اي دون شاك ماتونون 2022 اوبجيكتيف تاعنا نبداو على الاقل ما بين الولايات هذوك ديجا عندنا واحد ربع ولا خمسه ولايات عندنا غردايه عندنا الجزائر
عندنا مذيع، عندنا شكون ثاني؟ عندنا سطراء من عامة سيدة بشرى. دونك لايبر كانوا معنا، عندنا في مليانة وسطغانم كاين ما قدروش يحضروا معنا. دونك كبيرة، دونك لايبر تسمعوا معنا ربع الجهات تاع الوطن راهي من بعد. دونك هادو ماذا بينا كل واحد فيكم راح نرفقوه باه يخلق الفضاء تاعو. دونك حنا نحكيو ما بقيناش نحكيو على الكراش ولا لي زيكول، نحكيو خلق فضاءات محفزه للابداع ومحفزه للقيم. هذه نابعه من ثقافتنا. دونك هذه سميها سي بوسا اسمها الواحد، واحد الانسانيه السعيده اسمها. دونك ماشي راه واحد، نخلقو واحد في كل مؤسسه حابه دير واحد، حنا نعاونوهم. يان تاي تشارج، يان لابيل، الماركت. On peut vous former, formateur, au contenu, vous accompagner, vous donner le ketchup par exemple, chez vous, l'espace créativité, autrement. Là, vous les jeux, avec les programmes, c'est bon, vous installez, vous avez le label, là, il s'est fait, il y a pas de soutien continu. Donc, ceux qui sont prêts, on va commencer avec dès janvier 2022, à la fin de l'espace, un élément, et je veux par contre suivre allez, les recommandations par Alliance Kids ou Medical Shadow. إذا كان أسئلة حول هذا البرنامج أيضاً كيتس والتنسيق معكم والاستفادة اللي تقدروا تديوها في 2022 ليليا تفضلي. دونك لوبجيكتيف تاعنا كما قلت لك هي ثلاث حوايج. هذا لو ريزو دو بارتاج دو كومبارتيك لازم نزيدو كما قلت لك كاين اليوم شحال عندنا سبعه entre associations, écoles, etc. On a deux ou trois qui se n'ont pas pu venir. Donc on a déjà une dizaine d'organismes de, qui sont dans l'éducation. Donc l'objectif de l'OUL, il faut qu'on élargisse ce cercle. Pour l'Algérie, mais pour le Maghreb, non, bouche d'une façon cloisonnée à l'Algérie. On parle international. On a aujourd'hui des écoles japonaises, finlandaises qui sont partenaires dans le cercle. Mais finalement, l'Algérie est déjà élargie au cercle des praticiens algériens. L'intelligence collective, etc. ثاني حاجه كما قلت لك المرافقه لخلق اول فضاءات المفيد في عندهم انتم عند لي زيكول لي بارتنير اللي حابين هما يجسد. دونك كون لونس او موان دو او تخوا اسباس يبداو سكون ابل لي زوازيس في هذا الهدف الثاني. والهدف الثالث دائما نوصلوا في البرامج نخلقوا دي زاكتيفيتي نشاطات جديده لي لبلوغ الاهداف الثلاثه الرصيد الثقافي الرياضيات والاستقلاليه لازم ديما كونفيكسيوني دي نوفوال اكتيفيتي دي نوفو فوالا فوق لي تخوا زوبجيكتيف جيسبيغ كو سي سا ريبون ا كيس الوغ نو سي با سي سا Est-ce que vous allez former les personnes qui prendre en charge est-ce que dans les ateliers ou dans les espaces, ça se passe comment? Alors, concrètement, par exemple, Alger et Younan. Alger et Younan, ils veulent créer un espace magnifique sous la Gnoisis. Donc, d'ailleurs, on vous donne calmer le cas de charge. Déjà, l'espace qui fait la Zmikoun, former les éducateurs, les formateurs, vous donner des activités, la liste des jeux. Voilà, c'est Kamel tout ce qui concerne. Et tout le monde, le centre. Voilà. Exactement, tout le monde, c'est juste on vous dit voilà les moyens à réunir, la semaine locale, voilà la superficie, les conditions, voilà les moyens, tac, tac. On vous donne ce qu'il y a le lieu de faire, ce sera à vous de réunir ça, on peut vous aider, même si c'est des associations, à aller trouver les sponsors qui peuvent financer ça. Hadi Mabil Kamel, le choix la perdre, parce que c'est la même marque. C'est pas supervisé parce qu'on n'a pas une approche de la gendarmerie. C'est ce qu'on appelle le support continu. Continu.
accompagner, bien sûr, comme on le fait maintenant, il y aura des espaces pour vous dire qu'il faut qu'il soit toujours géodat. Voilà, il y a toujours un soutien continu pour que la qualité soit la même chez tous les partenaires et toujours en développement. Et les rencontres trimestrielles, ça sert à ça. Chaque partenaire, il vient, il nous dit. Il y aura des indicateurs en tableau de bord aussi de qualitatifs qui nous permettent d'évaluer même l'impact sur les enfants et chacun il va, on va l'aider à s'auto-évaluer, à mesurer, et il peut aussi bénéficier de visites sur le terrain et des améliorations. Bien suivi sur le formé de Serra Aziz. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une copie de quelque chose pour savoir si on est capable ou non Le cahier de charges, je ne parle pas encore une fois au niveau de l'approche de Ménafo, il n'y a rien qui vient de l'ombre. C'est-à-dire, on a dit qu'on a tous, Aynor Kids, ce n'est pas Ménafo. Ménafo, elle est au centre. On est un peu les modérateurs. Mais Aynor Kids, c'est Tawanza, c'est Riyada, c'est Mahmoud, c'est Algérie, Kamel Hadou. Seulement, on va confectionner ensemble. On a au centre aussi l'expertise de Malika, mais aussi des autres experts, aussi Zemira, aussi en tant que psychologue et d'autres experts, une équipe de pédagogues, qui sont ensemble, qui vont même modérer pour aller confectionner ce cahier de charge. Et aussi Khadali Fat, par exemple, qui l'a marre. Malika, le cahier de charge, c'est pas quelque chose de standard flexible. Par exemple, le cahier de charge peut-être à Ardennes ne sera pas le même qu'à Oran ou à Alger. Parce qu'on parle bien de culture mère et de culture qui doit. Voilà, ou la Tizimouz, donc voilà, encore une fois. Il y aura un accompagnement toujours des partenaires locaux pour peut-être qu'on se bat un par un check local. D'autres questions? Bon, et attendez, Sahara, en tout cas, merci beaucoup. Merci Simon à Amidou pour essayer d'avoir. Taounza, Katoum Sahara, l'équipe, qui nous ont aidé sur le transport, l'organisation et tous les autres participants, donc Riyada, Vlogging, Algeria United. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Donc, Inch'Allah, nous serons ensemble et on va tous s'enrichir mutuellement. Donc, Anna, malheureusement, avec Rêve ou Semira, on va partir pour les formalités de création. On est attendu chez le notaire et l'huissier. Mais, nous sommes entre de très bonnes mains. Donc, Anna, parce qu'il a profité de Manika. Et on se voit vers 15h30 pour la visite culturelle de la ville. أعطيكم الصحة، إلى اللقاء.